وهذا المهدي يخرج من جهة المشرق، خروجه من جهة المشرق مما يلي العراق ونحوها من المدن. ففي حديث ثوبان عند ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا عظيما لم يقتله قوم. ثم ذكر، قال ثوبان، ثم ذكر شيئا لا أحفظه، فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج. فيه زيادة: فإنه خليفة الله المهدي. هذه الجملة ضعفها شيخ الإسلام وضعفها الألباني رحمه الله، لكن الحديث صحيح، صحيح بدون هذه الجملة: فإنه خليفة الله. قال ابن كثير رحمه الله: ما المراد بهذا الكنز الذي يقتتل عنده هؤلاء الأبناء من أبناء الخلفاء؟ قال: المراد بالكنز هو كنز الكعبة، يقتتل عنده ثلاثة من أولاد الخليفة حتى يكون آخر الزمان، فيخرج المهدي من بلاد المشرق.